Is everything okay? ايه حبيبتي ما يهمك. What are you reading? ولا شيء. بس قريت خبر عن حدا كنت مفكره مات. بس شكله لساته عايش. Good. هذا كويس. Daddy, Daddy, it's not fair. You work all day long. We don't see you, Dad. معلش حبيبتي. عم اخلص هذا المشروع. وبعدين راح نروح اسبوع اجازة على LA. Great. شو عم بتشوف؟ مو بس انت بتشتاقي لأبوك. وانا كمان بشتاق له. شايفة قديشك محظوظة؟ انت بتقدري تشوفي ابوك اما انا. حلو ابوك، كلكم حلوين بهالصورة، بس مين هي؟ هاي كانت مرت جدك. حبيبتي انا لازم انجز العشام كم يوم. كم يوم؟ في امانه لازم سلمها او راح اتعب كثير من انها تضل معي. علي ما عم بفهم عليك. مسألة متعلقة بأملاك أبي، يعني أمور معلقة من زمان وهلأ لازم تنحل. علي في شي؟ لا ما في شي، بس كنت مفكر المسائل خلصت. إن شاء الله خير. يعني ما بعرف شو بدي أقول لك بخصوص الإعلان اللي ناشرينه عن نرجس العنابي بالجريدة. أهلاً 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 سيد علي، من وين عم تحكي؟ من أمريكا. اختي نرجس بأمريكا؟ لا مع الأسف، بس بعرفها. نرجس كانت زوجة والدي الله يرحمه. طيب حضرتك بتعرف وينها؟ سيد علي أمون يا لطيف شو مرقوا سنين. والله فيك الخير ونازل خصوصي. هو أبي كان يحب ندى كتير، كانت حازة بقلبه وبقلبها قصة أهلها. إذا هنن حابين هلأ يلتموا عليها بعد هالعمر ليش لا؟ والله قلت لحالي حلو الواحد بعد هالعمر يرجع يشوف ندى ويشوفك. لك قال لي سليمان انك طليت عالشام اكثر من مره، ليش ما كنت تزورني؟ ايه كله المرتين كانت الزيارات قصيره مشان شغل. بتعرفي انا ما عندي شيء هون. وينك؟ قد ما درت ولفيت بدك تضل تحن لاصلك. انت رح تشوفه بكره. هن عم يدوروا على نرجس العنابي. بس ما رح يلاقوا حدا بهالاسم. لكان بكره خبرهم انت هاد الحكي، وبعدين تعال لعندي لاطبخ لك اكله محاشي تاكل اصابيعك وراها، ومنه بتشوف سليمان. والله والله لا يطير عقله اذا شافك. مساك مساك مساك، دخن لك سيجاره. يا حريق حريشك يا امون، لك صار لي 10 سنين تارك التدخين. مرحبا سيد علي الكحال. شكرا. مرحبا. مرحبا. اهلا وسهلا سيد علي. ما هيك؟ اهلا وسهلا. والله والله ما جيتك على عيننا وراسنا من فوق، يعني معذب حالك وجاي من امريكا، اكيد عندك الخبر اليقين. لا والله يا اخ،
منزل. وأنا جواد أخو الكبير. أهلا وسهلا. أنا مثلكم انقطعت أخبار عني من وقت ما تركت البلد، بس بقدر أفيدكم بوين كانت من وقت ما تركت الضيعة. طيب مني؟ أخي سيد علي، يعني عدم مؤاخذة، متعذب كلها عذاب وجاي من أمريكا لهون مشان تقلنا هالحكي، كنت حكيته على التليفون ولا محرز الجاي؟ خلص أخي خلينا نحكي بنور الله. طيب أخ منزير، أنتوا عم تدوروا على نرجس العنابي صح؟ إيه ما رح تلاقوا حدا بهذا الاسم، لأنه نرجس غيرت اسمها لندى الكامل. العمى طلع كل شغلنا على الفاضي. والله كان لازم تتجوزوا انتوا الاثنين. ضليت بدي اتجوزها لحتى بلش يهرو سنانها. واحد مثلك بهرو سنانه، انا سناني صاغ سليم. مو لو تجوزتي كان احسن لك. لا خيو، انا جنس رجال كله ببعد عنه وبغني له. لك امينه ايدي على راسي. بعد هالعمر مالك ندمان انك ضيعتيني من ايدي؟ لا وحياتك. ذاتا انا بحمد ربي كل يوم كل يوم انه ما بلاني برجال اقعد ابتلي فيه لاخر عمري. لك انتو رجال مثل العلكه، اولكم طعمتكم حلوه واخرتكم لا طعم ولا لون ولا رائحه. انقلبت حياته 180 درجه، كانه روح الشباب دبت بعروقه فجاه. انا بهذا العمر لحتى صرت افهم شو كان شعور الوالد. بصراحه شديده هالبنت، كانت قادرة تقلب كيان أي رجل بلحظة. لهالدرجة أستاذ؟ وأكثر مما بتتخيل. كان فيها سحر مو طبيعي. طفلة على امرأة جميلة، على أنوثة ساحرة، مزيج لا يصدق. المهم 4 سنوات بالتمام والكمال، هاي المدة اللي قضاها الوالد مع نرجس أو ندوش. هذا الاسم اللي كانت دائماً تحب يناديلها فيه. وخلال هالفترة كان الوالد ملازمها بشكل كامل، كانوا بشكل دائم يسافروا لباريس ولندن ويقضوا وقت طويل هنيك. طبعاً ندى اكتسبت خبرة كبيرة من سفرها الكتير، صارت وحدة تانية. طيب ونرجس شو صار معه؟ الوالد كتب باسمها كثير من العقارات، الله يرحمه قسم ثروته على حياتين. وبعدين؟ وبعدين توفى الوالد وانا سافرت على امريكا لادرس. ضليت اعرف اخبار عن ندى لحتى تجوزت صالح الحوت. يعني ممكن هلا تكون لساتها عنده؟ ما بظن. انا مرقت من 10 سنين لاعرف اخبار عنها. صالح الحوت كان طلقها وما عاد حدا عرف عن هالشي. بس ما بقدر نسأله. طيب سيد علي عندي سؤال لحضرتك. تفضل. هلا اختي نرجس انجبت اطفال من والدها؟ مزبوط والله، اذا جابت ولد او بنت بيكونوا اخواتك، يعني اكيد بيعرفوا وينها. للاسف لا، لانه ندى كانت عاقر ما بتجيب اولاد. صحيح سيد علي، انت متاكد انه هي مسجلة بالنفوس بهذا الاسم قانونيا؟ طبعا متأكد 100%. طيب واسم نرجس العنابي؟ هذاك خلص صاحبته ما عاد لوجود. هذا رح يساوي لنا مشاكل مع المحامي لما نلاقيها. اخي نلاقيها بالاول بعدين بنشوف قصة الاسم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما حدا بيعرفها طلع، ما حدا بيعرفها إلا باسم ندى الكامل. من شان هيك كل رسائل الانترنت ما جابت نتيجة. ايه شو الحل هلا؟ هلا في شخصين بيعرفوا مصير الخانم نرجس، مدري ندى، ما بعرف شو بدنا نسميها. مين هنين؟ سليمان شوفيرها الخاص، وواحد تجوزته اسمه صالح الحوت، وعند جهينة الخبر اليقين. شوفير؟ معقول يكون عنده شوفير خاص؟ شوفير هو؟ شوفير وخدم وحشم وسفرات لأوروبا، يبدو كانت مدللة حالها. مضبوط، الحق بإيدها. حسب ما قال السيد علي إنه أبوه ورثها عقارات ليوم العقارات. يعني خالتي كانت غنية؟
نعم سيدي، كانت غنية وغنية كتير كمان. ونحن شو؟ نحن عم نفلح بالصخر لنطلع حق لقمة الخبز. أخ بس أخ، أخ على الدم اللي بصير مي. 44 سنة وما طلعت فينا. طلعت أختكم بياتكم من زمان، ويمكن حتى إذا ظهرت هلا تكونوا مو فارقين معها وتلف الثروة كلها.